عادا انفجار قنبلة صوتية أمام ريدسي مول التجاري. إليكم تفاصيل الخبر. استهدف مجهولون احتفالية مقامة في أحد المجمعات التجارية في مدينة عدن جنوبي اليمن بقنبلة صوتية. وذكرت مصادر محلية أن مجهولين رموا قنبلة صوتية في مجمع ريدسي مول التجارية في مديرية المنصورة في عدن أثناء فعالية احتفالية نظمتها إدارة المجمع. وأشارت المصادر إلى أن حالة من الذعر والهلع أصابت المتسوقين والمشاركين في الفعالية الاحتفالية في ريدسي مول، وشوهد العشرات من الشباب والنساء والأطفال يتدافعون ويهرعون من المجمع والشوارع المحيطة به. وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من المتسوقين أصيبوا أثناء التدافع والفرار من المجمع التجاري الواقع في دوار كالتكس بأطراف مديرية المنصورة